بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العنبري رحمه الله تعالى في نظم الورقات: قال التقصير والشرف العملي طيب العجز والتقصير والتفريط طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة هذا النظم، نظم الورقات، وسيذكر بإذن الله تعالى أولا لماذا ندرس النظم ولا ندرس النثر. من يعرف إخوانا لماذا ندرس النظم ولا ندرس النثر؟ الأصل أننا نبدأ في أصول الفقه، أول ما نبدأ بالأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الآن التعريف لابد أن تضبط كما ذكرها العلماء. أنت طالب، والطالب لابد يضبط التعريف التي ذكرها العلماء. مثال الآن، تعريف توحيد الأسماء والصفات، ماذا تقول؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات خطأ. تقول التعريف الذي ذكره العلماء، تقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لو قلت في التعريف من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تشبيه، التعريف خطأ. لماذا لم يعرف هكذا العلماء؟ وسيأتي لماذا قالوا من غير تمثيل، لأنه هذا الذي جاء في القرآن، مفهوم؟ طيب، إذن النظم يأتي بعد دراسة كتاب الأصول من علم الأصول حتى تضبط التعاريف كما هي، ثم يأتي النظم يراجع لك، وبعد هذا لا ترجع للأصول من علم الأصول، ترجع للنظم. والنظم أسهل دائما في المراجعة والقراءة، يعني قد لا يأخذ معك أحيانا 5 دقائق، أما عندما تقرأ الأصول من علم الأصول يأخذ معك وقت طويل، مفهوم؟ نعم. وهذا يكون ولا بد، أين؟ في العقيدة. يعني لا يصح أن يبدأ بسلم الوصول في التوحيد والعقيدة، لا، يبدأ بالأصول 3، قواعد 4، كتاب التوحيد، عقيدة واسطية، ثم ينتقل إلى السلم. لأنه لا يمكن تأتي وتريد تنكر على مخالف مثلا لأنه يضع الرايات على القبور وكذا، تقول له فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قال يا أخي تنكر علي بدليل من الكتاب والسنة، هذا معتقد، مفهوم الشيخ؟ نعم. إذن لابد أن نسير على الطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه. إذن نبدأ أولا بالأصول من علم الأصول، ثم بعد هذا بالنظم حتى يراجع النظم ما درسنا في هذا النثر، مفهوم؟ نعم. هذا الإمام العمريطي رحمه الله تعالى عرف بالنظم، يعني تخصص النظم، نظم الورقات لإمام الحرمين، وكذلك نظم مذهب الإمام الشافعي، لأنه شافعي المذهب على ما سيأتي بإذن الله تعالى، وأيضا نظم متن الآجرومية، يقول ونظمه جميل جدا. يعني في العادة يعني النظم أحيانا تجد بعض المنظومات فيها صعوبة وبعضها فيها سهولة، وهذا تخصص النظم. قال في نظم الآجرومية، قال الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه، فمن عظيم شأنه لم تحوه، فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت بالحان في الألحان، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب، من أتقن القرآن بالإعراب. وبعده، فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي. لماذا؟ كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني، والنحو أولى أولا أن يعلم، لا، التوحيد، إذ الكلام دونه لن يفهم. نظم جميل جدا،
في مثلا في الأفعال الخمسة، قال بيفعلان تفعلان أنتما، ويفعلون تفعلون معهما، وتفعلين ترحمين حالي، واشتهرت بالخمسة الأفعال. فإخوانا النظم يجعل الإنسان يعني يراجع يضبط، لكن بعد دراسة النثر. نعم، قال بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هو متواضع رحمه الله، وقال الفقير الشرف العمريطي، واعترف بعجزي وتفريطي، ولابد على ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا أردت أن تسعد وتسير على الطريق المستقيم تتهم نفسك، وظن بنفسك السوء تجدها، كذاك يقول تمشي على الصراط المستقيم وخيرها كالمستحيل، وقل يا نفس ما هو كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل، لا يمكن، وكل ما بها بالنفس من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب علم، فتلك مواهب الرب الجليل. تظن دائما بنفسك التفريط والتقصير. نعم، قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. هذا فيه براعة استهلال، يعني حمد الله لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا المنزل، اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعلماء السلف رحمهم الله. علم الأصول للورى وأشهر، يقول هذا العلم واضح، نعم، مشتهر عند العلماء. نعم، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له اقتداء دونا. إذن أول من وضع هذا العلم هو الإمام الشافعي، صح أم خطأ؟ أول من وضع هذا العلم هو الإمام الشافعي، صح أم خطأ؟ خطأ. العلم موجود من قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نعم، لكن أول من جمع فيه وألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله. علم النحو موجود من قبل أبو الأسود، ومن قبل يعني عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أول من كتب فيه يقول أبو الأسود مثلا. نعم، إذن هذا العلم موجود، والصحابة رضوان الله عليهم كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا أن هذا عام وهذا خاص وكذا، مفهوم؟ إذن أول من وضع هذا العلم نقول لا، أول من جمع فيه وألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. نعم، وتابعته الناس حتى صار قطبا صغار الحجم أو كبارا. نعم، مثال الآن عندنا نواقض الإسلام، يقال أن أول من ألف فيه هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن جميع الأئمة يذكر نواقض الإسلام. راجع كتب الفقهاء تجد في كل كتاب ذكر فيه الفقهاء في باب حكم المرتد يذكر أشياء يكون بها الإنسان نسأل العافية والسلامة مرتد، وهذه هي نواقض الإسلام أصلا، مفهوم؟ لكن أول من أفرد التأليف في هذه الأشياء هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا هذا معروف عند العلماء، كما ألف الفقهاء مثلا في مبطلات الصلاة نواقض الوضوء، لكن من أفرد مؤلف مستقل لا يقال عنه أنه هو الذي يعني أحدث هذا، هذا موجود. نعم، وتابعته الناس، يعني هو أول من ألف في هذا الباب، نعم، وجمع في هذا الباب. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمين. نعم، الورقات لإمام الحرمين، نعم، رحمه الله تعالى. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلة لحفظه وفهمه. هو قال في أول الورقات إمام الحرمين قال هذه ورقات، فسمي بالورقات، مفهوم؟ نعم، قال رحمه الله: فلم أجد مما سئلت مدة وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا. هذا سبب التأليف، لأنه ينظم العمريط رحمه الله تعالى، فسأل الإنسان قال لو تنظم لنا هذه الورقات لأنها صعبة، قال فاستعنت بالله، وهذا سألني سائل فأردت أن أجيب هذا السائل. نعم،
من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. نعم، سأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني، اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: تأملت الدعاء وجدت أن أفضل الدعاء في القرآن، وجدت أن أفضل وأجمع دعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. نعم، ثم طلب العون من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب أصول الفقه. لا بقي بيت. من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. في بعض النسخ يوجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، موجود عندك؟ لا، ادخل في الشرح في الحاشية، موجود؟ في أحد لديه نسخة فيها الصلاة على طه؟ قال هو غير موجود. طيب، في بعض النسخ يوجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض النسخ، نعم، وذكر سبب التأليف ودعا الله سبحانه وتعالى الإعانة، وأيضا ذكر أول من جمع في هذا الفن، مفهوم؟ نعم. الآن إذا هذه مقدمة، انتهينا من المقدمة، لماذا ندرس النظم، لماذا كذا، لماذا كتب هذا النظم، الآن ندخل في الكتاب، مفهوم؟ طيب، نعم. قال رحمه الله: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظ اللقب بالفن من جزئين قد تركبا. نعم، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، قال خذ الآن القول في إيه والكلام في أصول الفقه. أولا، لماذا ندرس أصول الفقه؟ لو قال لنا قائل: لماذا ندرس أصول الفقه؟ أصول الفقه هذا العلم من علم الكلام ولا يصلح، ولم يأتي شيء فيه لا من كتاب ولا سنة. مثلا لو قال لك قائل: ايش تقول؟ ها أخوانا، لماذا؟ سبحان الله، جئت للدراسة الآن، ممكن يأتيك شيطان من الشياطين ويقول لك هذا الكلام، ايش تصنع؟ أنا رددت الآن شيء من الرد. أولا نقول: نحن لا نسمع إلا لمن؟ إلا للعلماء الربانيين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا العلم مثل علم النحو الآن. الآن الذي لا يعرف علم النحو لو قرأ: ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، مفهوم؟ طيب، إذا كان لا يعرف علم النحو لا يعرف الضارب من المضروب، صحيح أم لا؟ أي نعم. فعلم النحو حتى تعرف معنى الكلام، وكذلك هذا علم الأصول كذلك. يعني الآن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، نقول هذا اللفظ، هذا الحديث يدل على العموم. العموم من أين أخذناه؟ من علم الأصول. وقال عندنا في علم الأصول: كل هي أم الباب، وبهذا نفهم الكلام. نعم، دخل شيء من علم الكلام في هذا العلم، لكن لا يمكن إلغاء هذا العلم، وهذا العلم موجود عند الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، مفهوم؟ أي نعم. فالذي يأتي ويتكلم بأي كلام نرجع إلى العلماء، وافقوا الحمد لله، خالفوا رددناه، مفهوم؟ إذن هو علم بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن وحصول قدرة عند الطالب في استنباط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة. نعم، يأتي مثلا ويقرأ: إنما الأعمال بالنيات، يقول: إنما أداة حصر، الأعمال الهنا للاستغراق أو لبيان الجن أو مثلا، ويبدأ يستنبط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة، مفهوم؟ نعم. ولهذا سيأتي معنا الآن، الطالب يدرس ثم يطبق وحده، يعني ما يفتي،
يأتي مثلا، الآن درست علم الأصول، تأتي لدليل من الأدلة، تقرأ الحمد لله رب العالمين، تقول ألف الحمد ألا الاستغراقية أو ألا التي لبيان الجنس أو العهدية مثلا. نعم، لله اللام للاختصاص والاستحقاق، ثم كذا كذا كذا، تستنبط تكتب الفوائد، ثم تعرض هذه الفوائد، تأتي مثلا بتفسير ابن كثير وتنظر، وافقت الحمد لله، خالفت تلغي، ثم تأتي لدليل آخر، تأخذ مثلا بلوغ المرام مثلا، ثم تأتي تطبق، تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء، تقول لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خرج السؤال مخرج الجواب، لكن هذا من فقه المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وتستنبط الفوائد، ثم تعرض هذا الفوائد على مثلا شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وعلى هذا تتدرب مفهوم. أي نعم، هذا ثمرة العلم الآن. نعم، قال رحمه الله هذا أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. اسم هذا العلم، العلم يسمى بماذا؟ بأصول الفقه. أصول الفقه هذه الكلمة، كلمة أصول مع كلمة فقه. طيب كيف نعرف هذا العلم؟ قال نعرف كلمة أصول على حدة وكلمة فقه على حدة، ثم نجمع الكلمتين، قال هو اسم لهذا الفن. ما معنى أصول الفقه؟ مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني، الأصل ضد الفرع، وبضدها تتبين الأشياء، وهذا سهل جدا، العلم ضد الجهل، الأصل ضد الفرع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره. مفهوم؟ إيش أصلك؟ قال أصلي فلان ابن فلان ابن فلان، صح، هذه الأصول، والفروع التي تتفرع منك، الأولاد، قال عندي بفضل الله عبد الرحمن وخديجة مثلا، صح، هؤلاء فروع، وكذلك قال عبد الرحمن عنده عبد الله، هذا فروع. مفهوم الشيخ؟ نعم، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا كلمة أصل. نعم، قال رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه لم بني. نعم، الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم، ما هو الفقه إخواننا؟ ما هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قالوا يا شعيب ما نفقه، يعني ما نفهم، كذبوا والله. نعم، نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون. إذن الفقه لغة الفهم، واصطلاحا ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح يأتي علماء الفن، يأتي علماء الفن، هنا من علماء الفن؟ علماء الأصول، ويتصالح فيما بينهم، يجعل كلمة لها معنى عندهم. ومن الخلل، أكبر خلل، أنه تقرأ في كتب الفقهاء وتحمل على اصطلاح علماء الحديث، خطأ، وتأتي في كتب علماء الحديث وتحمل على اصطلاح الفقهاء، أنت تحمل على اصطلاح هذا القائل. مفهوم؟ أي نعم، يعني أنا أتى الكويت الآن وأسمع أهل الكويت يتكلموا بكلمة، أحمل على اصطلاح من؟ اصطلاح أهل السعودية؟ لا، اصطلاح أهل الكويت. يعني مثلا في الإمارات الآن يقولوا عيش، العيش عندنا هو الخبز، والعيش عندهم هو الرز. مفهوم؟ بخطأ أن أحمل على اصطلاحي أنا، ولهذا يخطئ بعض الطلاب، قال كيف يقول هذا كذا؟ نقول لا، هذا أنت تمشي على اصطلاح المؤلف، سيأتي معنى هذا أيضا. نعم، فتصالح علماء الفن على هذا التعريف عندهم. إذن السنة عند المحدثين مثل السنة عند الفقهاء؟
لا. إذن هنا نحمل فقط التعريف هنا على اصطلاح من؟ لو قال اصطلاحا اصطلاح علماء الأصول، الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة، المعرفة كيف تكون؟ بالعلم اليقين وبالقول الراجح. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع كتاب والسنة. العملية خرج بهذا الاعتقاد، فالاعتقاد لا يسمى فقه هنا، لكن يسمى فقه أكبر عند علماء العقيدة. نعم، هنا لا يسمى فقه، مفهوم؟ الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. من يفصل في الأدلة؟ الفقهاء. ومن يجمل في الأدلة؟ علماء الأصول. إذن هنا ندرس ولا نذكر الفقه أصلا. قد تذكر بعض مسائل الفقه، لكن الفقه لا يؤخذ من كتب الأصول. يعني قد يأتي طالب ويقول هذه المسألة، مسألة الصلاة في عمامة حرير، أفتى فيها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أين؟ قال في الأصول من علم الأصول. نقول لا، ما يصح، لأنه قد يأتي بمثال خطأ حتى تفهم القاعدة. أما أردت مسألة فقهية ترجع إلى مثلا الشرح الممتع، مفهوم يا أخي؟ إذن هنا قد تذكر مسائل فقهية من باب التمثيل للقاعدة. طيب، نعم، بأدلتها التفصيلية. نعم. قال رحمه الله: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. أين تعريف الفن أصول الفقه؟ أين التعريف؟ هو عرف الآن كلمة أصول وعرف كلمة فقه. طيب، اسم هذا الفن أصول الفقه لم يعرف، يأتي، المفروض يعرف هنا، لكن أخر، لا إشكال يا أخي، مفهوم؟ نعم. الآن يريد يذكر لك الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو مقتضى خطاب الشارع من طلب أو ترك أو صحة أو فساد أو وضع. نعم. والأحكام عندنا تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية متعلقة بالمكلفين. من المكلف؟ قال فليت شعري. من المكلف؟ من يجيب يا أخوان؟ من هو المكلف؟ ولا لا، واحد. نعم يا أخي، تفضل. المسلم البالغ العاقل. خطأ. إذن الكافر غير مكلف على هذا الكلام، والكافر يقول لك جزاك الله خير. البالغ العاقل، بالغ وعاقل، خرج بهذا الصغير والمجنون، مع أن الصغير مكلف لكن تكليف غير مساوي لتكليف البالغ، مفهوم؟ نعم. إذن من هو المكلف؟ البالغ العاقل. أسألك أنت، هل الكافر مكلف؟ ولا شك. المرأة، العبد، الجن، تمام، لأنه عندما قال بعضهم قال رجل، لا ما يمكن، الرجل والمرأة والحر والعبد، صحيح، والإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن المكلف هو البالغ العاقل. إذن هذا القسم الأول، الأحكام التكليفية متعلقة بالمكلفين، خمسة: واجب ومندوب، مستحب ومباح ومكروه ومحرم. لا ترتب، إما ترتب بهذا الترتيب أو تأتي تقول واجب محرم، صح، مستحب مكروه مباح، أو تأتي من أسفل: محرم مكروه مباح مستحب واجب. ترتب العلم، لأن العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب. يعني الشيخ يدرس، أسأل الله يفتح عليه يا رب، درس علم الفرائض، وشي طالب
قل له أذكر الوارثين من الذكور. يقول الوارثين من الذكور اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الجد، يقول نعم، والعم الشقيق نعم، يقول يا أخي روح احفظ. أما يأتي طالب يعني درس وكذا يقول الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأم والعم الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، صح؟ أذكر أركان الصلاة، يقول أركان الصلاة أركان الصلاة أركان الصلاة أركان الصلاة، أي نعم نعم نعم، السجود أعضاء السبعة نعم، وقراءة الفاتحة نعم، هذا ما يعده. أما يأتي طالب درس يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، يسرد سرد، هذا العلم، مفهوم؟ إذن العلم يدخل مرتب بإذن الله، متى شئت يخرج مرتب، يدخل مشوش لن يخرج إلا إن شاء الله، مفهوم؟ نعم. إذن ترتب أحكام شرع تكليفية وأحكام وضعية. الله سبحانه وتعالى وضع لنا أمارات وعلامات نعرف بها صحة العمل من فساده، القبول وعدم، هذا علمه عند الله، مفهوم؟ إذا هذا أقسام الأحكام. نعم. قال رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح. رأيت الآن يرتب: واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم، ترتب العلم تسير على ما سار العلماء. نعم. مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عادي، من قاعد في بعض النسخ من عاقد، الصحيح من العقود والصحيح من العبادات، خلاص اكتب يعني عدل عندك، مفهوم؟ نعم. يلا امشي. قال رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. نعم. الآن بدأ يعرف ماذا الواجب. الواجب يعرف عندنا أولاً، نعرف الواجب لغة. من يعرف للواجب لغة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. لا، لغة الساقط واللازم. الواجب هو الساقط واللازم. يقول الساقط منها قول الله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت لأن الإبل تنحر قائمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، أي سقطت وغربت. واللازم أمر واضح، يجب عليك يعني يلزمه، صح؟ تمام. هذا لغة. اصطلاحا، اصطلاح من؟ علماء الأصول. نعم. من يعرف لي الواجب اصطلاحا يا أخواننا؟ نعم يا أخي. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، خطأ. نعم الشيخ. طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما. جيد، لكن بعيد عني انت، قرب علينا اخي، تعال هنا في تكاية هنا. الواجب عرف الان الاخ بماذا؟ بالعقوبه. وهذا التعريف عند بعض العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مردود، قال: وجعلوا، أي بعض العلماء، من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني لا تعرف لي بالعقوبة، صح؟ أي نعم، بالحكم. ما هي الصلاة؟ قال: الصلاة تصلي لك الأجر وإلا كذا. لا، عرف لي الصلاة، عرف لي الواجب ما هو. الواجب معه أصدقاء كم؟ أربعة. هؤلاء يعني لابد بالتعريف تخرج واحد، تدخل واحد وتخرج أربعة. فتقول الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع، خرج بهذا ما أمر به، ها، ما لم يأمر به، مفهوم؟ خرج به المحرم والمكروه والمباح على وجه الإلزام، خرج به
المندوب المستحب، تمام. إذا هذا التعريف الصحيح، مفهوم؟ إذا أردنا أن نعرف بالثمرة، هذا التعريف بالثمرة، التعريف اللي ذكرت خطأ. نعرف بماذا؟ نقول هو ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، لأنه قد يصلي، مفهوم الشيخ، هكذا دون امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى لا تقبل. ما يثاب فاعله امتثالا، ايش تقول؟ ويعاقب تاركه. خطأ، لأن لا نجزم بالعقاب. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ نقول ويستحق العقاب تاركه، مفهوم؟ إذا أردنا نعرف الثمرة، هذا التعريف، خلاص. إذا عرفنا لغة وعرفنا اصطلاحا وعرفنا باعتبار الثمرة، وله أسماء: الواجب يسمى واجب وفرض وفريضة وحتم ولازم، له أسماء. عمر رضي الله عنه، عمر والفاروق، صح، وأبو حفص، وثاني الخلفاء الراشدين، له أسماء، صح. أي نعم، فالواجب له أسماء يا أخي. مرة قد يقول لك واجب، ومرة فرض وفريض وحتم ولازم، مفهوم؟ نعم. انتهينا إذن من الواجب. نأتي إلى ماذا؟ مندوب، تمام. المندوب لغة المدعو، يقول انتدبت الجامعة، أي دعت الجامعة فلان. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، تمام. بالثمرة ما يثاب فاعله امتثال، ولا يعاقب تاركه. لم يقل أصلا ولا يستحق، لأنه لا عقاب أصلا، تمام. طيب نأتي إلى بعد هذا يا إخوان، ويسمى، لا ويسمى المندوب سنة ومسنون ومستحبا ونافلة، شيء واحد، مفهوم؟ نعم. الثالث المباح لغة المأذون فيه، تمام. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر واجب ومندوب ولا نهي محرم ومكروه لذاته، خرج به ما لو تعلق به أمر خارج عنه، كأن يكون وسيلة لمحرم فهو محرم، وسيلة لمندوب فهو مندوب، وسيلة لواجب فهو واجب. شراء الطيب، حكم شراء الطيب مباح، لكن أراد أن يتطيب ليوم الجمعة، أصبح الآن شراء الطيب مستحب. شراء الماء مباح، لكن أراد أن يتوضأ، أصبح الشراء الآن واجب، مفهوم؟ وعلى هذا نعم. لا بقي يا رجل، ويسمى حلالا وجائزا. بعد هذا مكروه المبغض لغة، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. طيب ثمرة، الثمرة ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ويسمى مكروها ومبغضا. طيب بيبقى معنا المحرم، محرم الممنوع والمحظور لغة، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، صح. ثمرة ما يعاقب فاعله، ويستحق العقاب ما يثاب تاركه امتثال. كيف ولا يستحق العقاب؟ ويستحق العقاب فاعله، صح، تمام. ويسمى محرما وحراما. طيب نعم، اقرأ الآن. قال رحمه الله: الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، نعم. والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. هذا الأصل، لكن قد يخرج عن الأصل، كان يكون وسيلة إلى محرم فهو محرم. مثلا شراء العنب مباح،
لكن يشتري العنب من أجل صنع الخمر مثلا، فهذا محرم الآن أصبح شراء العنب. نعم. وضابط المكروه عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وهذا أسهل ما يكون، تقول الواجب ضد المحرم والمستحب ضد المكروه، وبضده تتبين الأشياء. نعم. وضابط الصحيح ما تعلق به أخذ المعتداد المطلقات. الصحيح لغة السليم من المرض، وضده السقي، صحيح؟ نعم. والصحيح اصطلاحا ما يا اخواننا الصحيح ايش قال هنا؟ قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. نعم، نفوذ او اعتداد مطلقا. نعم. الان الذمه فارغه، وعندما اذن الان اصبحت مطالب بالصلاه، فاذا اديت الصلاه سقط عني المطالبه. نعم. فالصحيح من العبادات والصحيح من العقود عندنا، الصحيح من العبادات ما برئت به الذمه وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت اثار فعلي عليه. خلاص. نعم. قال عباده او عقدا. الان قلت للشيخ تبيع عن الكتاب؟ قال نعم. بكم؟ بعشرة. أخذ العشرة وأخذت الكتاب، البيع صحيح وافترقنا. جاء بعد العصر وقال لا، البيع باطل. نقول لا، هذا البيع صحيح، وأنت تدعي البطلان لابد من الدليل، صح؟ قال في المسجد البيع باطل. نعم صحيح، مفهوم؟ تمام. صلينا الآن الفجر ولله الحمد، عندما أذن الذمة كانت فارغة واشتغلت بالصلاة الآن. قال برئت به الذمة عندما صلى وسقط، ما يطالب أحد بالصلاة. الشيخ قال لا تعيد. أقول ما أعيد. قال تعيد، لم تركع، إذن لابد من الإعادة هنا لأنه ترك ركن. نعم. والفاسد الذي به لم تعتقد ولم يكن بنافذ إذا عقد. نعم، خلاص أخذنا الصحيح من العبادات والصحيح من العقود مثلنا، وفاسد من العبادات صلى بغير وضوء أو صلى بترك ركن من الأركان، والفاسد من البيوع باع في المسجد أو باع ما لا يملك. نعم. قال رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص. لا، نذكر شيء، الفاسد والباطل بمعنى واحد، لو قال صلاتك فاسدة يعني باطل، أو باطلة يعني فاسدة، إذن الفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا في موضعين يفرق بين الفاسد والباطل، في موضعين. الموضع الأول في النكاح، عندنا نكاح مختلف فيه، النكاح بغير ولي، وجد هذا الخلاف عند البعض، فجاءنا الشيخ قال تزوجت بغير ولي، نقول هذا النكاح فاسد لا باطل. لماذا؟ قال لأن هناك قول، فما نستطيع نحكم بالبطلان، نحكم بالفساد. طب إيش أصنع؟ قال تصنع ترجع إلى الولي وتعيد العقد حتى يصبح العقد صحيح، مفهوم؟ تمام. أيضا عندنا المهم، هذا مثال. المثال الثاني، الثاني في الحج، ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، هل نقول هذا الحج باطل؟ لا، لأنه لو قلنا باطل يعني يمشي، وفاسد يعني يلزمه إتمام الحج ويلزم الحج من قابل وعليه بدنه وعليه الإثم، صح؟ أي نعم. لكن لم يقف بعرفة وخرج وقت الوقوف بعرفة فحجه باطل، مفهوم؟ إذن فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين، في الحج ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والثاني في النكاح، مفهوم؟ عند من؟ عند الحنابلة. لا
نحن ندرس الآن هنا على مذهب الحنابل، مع أنه قال الشافعي رحمه الله تعالى وكذا. نعم. قال رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما، بل الفقه هو أخص. نعم، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني 100%. اسمع أخي معي، عندنا نسبة مئوية معروف، هذا أسهل ما يكون، أسهل من التعريف. الآن الذي تدرك 100% هذا ما هو؟ علم يقين، صح؟ نعم. وعندنا القول الراجح من 51% إلى 99%، تمام. 50% 50% شك، استوى الماء والخشب، تمام. من 1% إلى 49% قول مرجوح يسمى ظن. 0% يا إخوانا خليكم معي، جهل، جهل بسيط. تحت الصفر، أعيد، جهل مركب، تمام. إذا 100% هذا علم يقين 100%. من 51% إلى 99% قول راجح يسمى ظن. طيب 50-50 شك. 1% إلى 49% قول مرجوح وهم. 0% جهل بسيط. تحت الصفر جهل مركب. أنواع التوحيد 3: الله ربنا، كم بالمئة؟ 100%. اللي يشك في هذا كافر يا رجل. نعم. طيب أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، نقول عندنا قول راجح ظن من 1% إلى 99%. أكل لحم الجزور غير ناقض الوضوء قول مرجوح ظن من 1% إلى 49%. قال هذا الأخ: والله لا أرجح، لا أستطيع الترجيح، عندي هذا القول قوي وهذا القول قوي، استوى الماء والخشبة، كم شك؟ 50% 50%. قال: لا أدري، كم؟ صفر، جهل بسيط. قال: ومن قال أن الإنسان يتوضأ إذا صلى؟ نقول هذا جهل مركب تحت الصفر، مفهوم. من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، من رام العلوم بغير شيخ. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد هذا جاء العلماء، والعلماء ورثت الأنبياء وورثوا العلم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلف الصالح درس العلوم، صح؟ بعض الناس لا يدرس، يعتمد على جوجل في طلب العلم. قال: من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه فيها حتى يصير أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. كان يعني يدعي العلم توم مثلي، مفهوم؟ أي نعم. وكان يفتي الفقراء أن يأتوا بالبنات ببناتهم وتصدقوا بهن على الفقراء دون صدق، وردوا عليه. جاء واحد وقال: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر ما كنت أركب. سبحان الله، هذا ما يصح في العقيدة، صح؟ يقول هذا أكرمكم الله حمار وأخلى، يعني في العقيدة يقول لو أنصف الدهر، مسبة الدهر، ما يمكن يقال هذا. يقول مع هذا أحسن من من؟ من توبة، مفهوم؟ لو أنصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، مفهوم؟ نعم. نعم. الآن يقول العلم وكذا. نعم، عندنا الفقه خاص والعلم عام، يشمل كل العلوم، علم الفقه وعلم الحديث وعلم الجغرافيا وعلم الفيزياء وعلم الكمبيوتر وغير هذا. نعم. قال رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما، بل الفقه هو أخص. نعم. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. نعم. والجهل كل عندنا ثلاثة أنواع للعلم: علم يقين وعين يقين وحق يقين. الآن والله ما نشك في وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة، هذا علم يقين. يوم القيامة نرى الجنة، هذا
عين يقين. ونسأل الله من فضله إذا دخل أهل الجنة الجنة، ونسأل الله أن نكون منهم يا رب. أصبح الآن حق يقين. أنت بغالك مثال ثاني إن شاء الله أعطيك عصا بعد الدرس، هذا علم يقين، وإذا رأى العصا عين يقين، وإذا ضربت حق يقين. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. ذكرنا الجهل، نعم. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. وذكرنا البسيط والمركب، نعم. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يقول هذا في مبالغة، وإحنا ذكرنا الجهل البسيط أقول لا أدري، جهل مركب على خلاف الوجه الذي هو عليه، نعم. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. العلم قال إما علم اضطراري أو مكتسب. عندنا علم ضروري وهو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو الذي يدرك بالحواس الخمس، الله ربنا. مفهوم؟ أي نعم. تحريم الربا والزنا، وجوب الصلوات الخمس، معلوم من الدين بالضرورة، نعم، أو يدرك بالحواس الخمس. تقول اللبن أبيض، مفهوم؟ لأننا رأينا اللبن، خلاص، نعم. قال رحمه الله: كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا ضروري، علم ضروري، نعم. وهذا الذي ينكر أن الصلاة والسلام كافر إلا إذا كان حديث عهد بإسلام يبين له، فإن رجع تركنا وإن أصر كفر، نسأل الله عافية والسلام. والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. نعم، الثاني من العلوم، الأول اضطراري والثاني عن نظر واستدلال، هذا موقوف على البحث في الأدلة، نعم. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. نعم، يقول هات الدليل، تقول الدليل قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة ليس بالتمويه، نعم. والظن تجويز امرين امرين مرجحا لاحد الامرين. الراجح القول الراجح يسمى ظن، والقول المرجوح يسمى وهم، نعم. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، نعم. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. قلنا استوى الماء والخشبة 50% 50%، نعم. قال رحمه الله: أما أصول الفقه الآن تذكر رجع إلى تعريف أصول الفقه. لا إشكال يا إخواننا، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها. يا إخواننا علمنا ونظم لك، وش الإشكال؟ في إشكال؟ يؤخر يقدم جزاه الله خيرا، صح؟ وأنت إذا أردت تنتقد اكتب لنا منظومة مثل هذه، ما تستطيع. مفهوم؟ أي نعم. أخر الآن وبدأ الآن يتكلم في هذا الفن باعتبار هذا لقب لهذا الفن، نعم. أصول الفقه، نعم، تعريف أنا أعرف، معلش. أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مرة أخرى يا إخواننا كيف تكتب هذا العلم؟ لقب العلم لابد تعرفه، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن عندنا في هذا الكتاب فهرسة الكتاب كم قسم؟ صحيح هذا صحيح صحيح، انتبه. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن الكتاب هنا نقسمه لكم قسم يا شيخ سعيد؟ ثلاثة أقسام. الكتاب المقدمة مقدمة. إذن أصول الفقه أي كتاب في أصول الفقه، أصول من علم الأصول أو هذا، نقسم الكتاب ونفهرسه إلى ثلاثة أقسام. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، هذا القسم الأول. كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد ونطبق هذه الأدلة، وحال المستفيد، هل أنت مجتهد أو مقلد، مفتي أو مستفتي. مفهوم؟ مفهوم يا أخي. الأول علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي، الواجب والمندوب والأمر والنهي والمجمل والمبين والعام والخاص، صحيح؟ هذا القسم الأول.
علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية التفصيلية عند الفقهاء وكيفية الاستفادة منها. قلنا نطبق هذا العلم على الأدلة، تقول إنما الأعمال بالنيات يستفاد منه كذا وكذا وكذا، تمام. وكيفية وحال المستفي، مفتي، مستفتي، مجتهد، مقلد. طيب نعم، إذن كم قسم؟ ثلاثة أقسام. نعم إن شاء الله نتم اليوم القسم الأول. نعم. قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، المعتبر في تعريف أصول الفقه لقبا لهذا الفن. نعم. في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، لأن المفصلة عند الفقهاء. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. نعم. قال رحمه حال المستفيد. نعم. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم، ثلاثة أشياء. نعم. قال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد. هذا فهرس مفصل، الفهرس المجمل أقسام ثلاثة، الآن أتاك بالفهرس المفصل. نعم. وقلت ستأتي، لا تستعجل ولا تتكلم الآن، اسمع فقط الإجمال وسيأتي التفصيل، وهذا يسميه العلماء لف ونشر، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، والوصف نعم، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. قال رحمه الله: باب أقسام الكلام. بدأ الآن الكلام يقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول من حيث التركيب اسم وفعل وحرف، والثاني من حيث إمكان وصف بالصدق وعدمه إلى خبر وإنشاء، والثالث من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز. من يعيد هذا الأقسام الثلاثة؟ هاي الشيخ. الأول من حيث التركيب اسم وفعل وحرف، والثاني من حيث إمكان وصف بالصدق وعدم خبر وإنشاء، والثالث من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز. إذن هذه أقسام ثلاثة، نبدأ بالقسم الأول. الأول ما هو؟ من حيث التركيب اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه لكن ليس له علاقة بالزمن، والفعل له علاقة، ما دل على معنى وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو ثلاثة أقسام. ما أمر وماضي ومضارع، فهم وافهم ويفهم، صحيح؟ نعم. المثال لك افهم. نعم. طيب الثالث الحرف، الحرف ليس له علامة، صح؟ نعم. بعد هذا تقرأ، شوف ايش قلت. نعم. قال رحمه الله: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. نعم، اركبوا، قال إما اسم وفعل أو اسمان، الله ربنا. نعم. كذاك من فعل وحرف وجد، يقول من حرف وفعل وجد، والصحيح لا، الصحيح لا، ما يمكن من اسم، لابد تقدر شيء. نعم. كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في النداء، في النداء تقول يا زيد، يا زيد ماذا أقبل أو كذا، صح؟ أي نعم، لابد من تقدير شيء. نعم. إذن أقل شيء اسمان أو اسم وفعل. نعم، وعلى هذا تمشي. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. نعم، الآن بدأ بالقسم الثاني، وهو تقسيم الكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق وعدم. أي كلام تستطيع تقول لقائله أنه صادق أو كاذب فهذا
خبر. وأي كلام لا تستطيع تقول لقائل أنه صادق أو كاذب فهذا إنشاء. مفهوم الشيخ؟ تمام. متى جئت تستطيع تقول لي صادق أو كاذب؟ لا صح. من أين أنت؟ بكم اشتريت هذا؟ مفهوم؟ طيب إذن هذا إنشاء. طيب نقول صلى الشيخ الفجر اليوم الساعة 4:50، هذا خبر. أن تستطيع تقول نصادق أو كاذب. إذن كل كلام تستطيع تقول لقائل أنه صادق أو كاذب فهذا خبر، وكل كلام لا تستطيع أن تقول لقائل أنه صادق أو كاذب فهذا إنشاء. فالأوامر والنواهي والعرض والطلب والتمني والترجي والقسم فهذه إنشاء، وغير هذا خبر. تمام. عندنا أخبار لا يمكن توصف بالكذب، ومن وصفها بالكذب كفر كفر أكبر. كلام الله والثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا واحد. الثاني عندنا كلام لا يمكن أن يوصف بالصدق، مستحيل شرعا ومستحيل عقلا. مستحيل شرعا مدعي النبوة نقول والله كاذب وكافر كفر أكبر، صح؟ ادعى علم الغيب نقول والله كاذب وكافر كفر أكبر، مستحيل شرعا. وجاءنا الشيخ قال عندنا رجل في حارتنا طوله 100 متر، مستحيل عقلا كاذب. مفهوم؟ تمام. وعندنا كلام الثالث الآن، أخذنا القسم الأول لا يمكن وصفه بالكذب ولا يمكن وصفه بالصدق، الثالث يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن أحيانا نأتي في آية نقول هذا، هذه الآية خبر وهذا إنشاء، لكن الخبر هنا لا يمكن يحتمل الكذب. مفهوم؟ تمام. إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا، هذا بقية الكلام، انتهينا. تمام، انتبه معي. إذن أخذنا أن الكلام منه خبر ومنه إنشاء. قد يأتي كلام خبر محض، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه خبر، تمام. ويأتي إنشاء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إنشاء. إذن خبر محض واحد، إنشاء محض. وقد يأتي الخبر ويراد به الإنشاء، ويأتي الإنشاء ويراد به خبر. الخامس يحتمل هذا ويحتمل هذا. كم قسم الآن؟ 5. الأول أخذنا خبر محض، ولما جاء موسى لميقاتنا، إنشاء محض وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خبر يراد به الإنشاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء جماعة من مضر، وعندما رأى عليه الصلاة والسلام ما بهم من الحاجة والفاقة تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، دخل إلى بيته لم يجد شيء، وخرج وقام في الناس خطيبا عليه الصلاة والسلام، وقال تلا قول الله تعالى، قال ذكر آيات في النفقة، ثم قال تصدق رجل، لم يتصدق أحد، تصدق رجل من درهم، من صاع بر، من صاع شعير، كذا. يقول تصدق، تصدق خبر أو إنشاء؟ تصدق خبر، لكن هو ما أراد الخبر، أراد يأمر الصحابة بالصدقة. لماذا عدل إلى الخبر؟ كأنه يقول أمرت وفعلتم، وأنا الآن أخبر عن هذا كل الذي تقدم من الأمر والفعل، يعني تصدقوا تتصدقوا. مفهوم؟ قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم خبر. هل معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فلان من الناس يؤم القوم؟ لا، أراد الأمر
أنه لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله، مفهوم؟ إذن خبر أريد به الإنشاء، يعني لا يؤم أحد إلا أقرأ القوم. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كنت في جماعة عندنا بعض الناس يصنع، إيش يصنع؟ تفضل تفضل، هذا مو طعام، هذه عبادة. صح، الشيخ سعد يعرف أنه أحفظ القوم، ما يكلم أحد، تقدم استوى الله أكبر، يقول عنه ما يقوله، هو أطاع من؟ أطاع الله. صحيح؟ أي نعم. أبو بكر رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ لزاما عليه أن يصعد، صعد المنبر وتكلم ولم يبالي بأحد في دين الله. صحيح؟ أي نعم، لأنه يعرف أنه هو المقصود في بالقيام الآن، مفهوم؟ أي نعم. يا أم القوم، قال تنكح المرأة، مفهوم؟ هذا خبر يرد به الإنشاء. لماذا؟ تأكيد الإنشاء كأنه أمر وقع وانتهى. طيب نعم. الرابع إنشاء يرد به الخبر: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل، الأصل ونحن نحمل، يعني معنى الكلام، مفهوم؟ أي نعم، يعني أنزلوا هذا الأمر كأنه أمر مقطوع به. نعم. وقد يحتمل هذا ويحتمل هذا، خلاص. نعم، مثاله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يحتمل أنه خبر عن الله، أن الله لعن اليهود، صح، ويحتمل أنه دعاء إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم، صح، يحتمل هذا ويحتمل هذا. عكاشة رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم، يحتمل أن يكون خبر، أنه في رواية قال: اللهم اجعله منهم. هذا اللهم اجعله منهم خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، دعاء، تمام. وفي رواية قال: أنت منهم، هذا خبر. ابن حجر رحمه الله جمع، قال: دعا أولا ثم أعلم الله سبحانه وتعالى أن عكاشة رضي الله عنه منهم، مفهوم؟ إن شاء الله من فضله. القسم، أي قسم؟ خلنا نضيف سادس. السادس صيغ العقود ترجع إلى ما في نفس العاقد، مفهوم؟ يقول الآن يجي إنسان للإمام ويقول له: يا شيخ والله محتاج، إيش فيه؟ قال: طلقت زوجتي. طلقت زوجتي، يحتمل أنه هذا خبر يخبر عن ماذا؟ عن أمر وقع، صح؟ ويحتمل أنه أنشأ الآن طلاق حتى يشهد هذا، مفهوم؟ وهذا يرجع إلى ما في نفس العاقل. يقول: بعت سيارتي، ممكن صادق ممكن كاذب، ممكن الآن أنشأ الآن هو عقد بيع، مفهوم؟ نعم. إذن أقسام ستة: خبر محض، إنشاء محض، خبر يراد بالإنشاء، إنشاء يراد بالخبر، يحتمل هذا ويحتمل هذا، صيغ العقود ترجع إلى ما في نفس العاقد، وقد تجعلها قسم خامس القسمين الأخيرة. يلا امشي. قال رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. خلاص قلنا هذا، الأوامر والنواهي والعرض والتمني والعرض والقسم، هذه إنشاء، وغير هذا خبر. نعم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. نعم، معلش دقيقة. الحقيقة والمجاز، هذا القسم الثالث من حيث الاستعمال، إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ خرج بهذا، الإشارة والكتابة، أنا أقول لهذا أسكت، هذا ليس بلفظ، صح؟ أو أكتب له في الورقة أسكت،
هذا ليس بلفظ، مفهوم؟ اللفظ المستعمل خرج بهذا، المهمل دايز مستعمل، هاو ار يو مستعمل، مستعمل عندنا، مستعمل عندهم يا رجل اتق الله، مفهوم؟ مفهوم؟ هذا مهمل خلاص، عندهم مستعمل، عندنا مهمل، مفهوم؟ نعم. إذن اللفظ المستعمل فيما إذن اللفظ خرج به الإشارة والكتابة، المستعمل خرج به المهمل، فيما وضع له خرج به المجاز، لأن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. أسد للحيوان المفترس حقيقة صح؟ نعم. إذن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، مفهوم؟ حقيقة لغوية تقول الفقه لغة الفهم، مفهوم؟ تمام. وحقيقة شرعية الفقه، حقيقة شرعية الصلاة، الصلاة لغة هذا الحقيقة لغوية، حقيقة شرعية الصلاة عبادة تتضمن أقوال وأفعال مخصوصة في مواضع مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم صح؟ تمام. هذه حقيقة شرعية. الحقيقة العرفية ذكرنا عيش، عند أهل السعودية خبز، عند أهل الإمارات رز، مفهوم؟ أي نعم. طيب ماذا، ما الفائدة من تقسيم الكلام، من تقسيم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية؟ تقرأ في الكتاب والسنة تحمل عليه حقيقة شرعية ولا بد صح؟ أي نعم. وأقيموا الصلاة أحسنوا الدعاء، باطل، هذا كلام باطل. أقيموا الصلاة يعني لابد من الإتيان تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها وتنتفي عنك المبطلات، والصلاة هي عبادة تتضمن كذا، نعم مفهوم؟ تمام. تقرأ في كتب اللغة تحمل على الحقيقة اللغوية، كلام بينه وبين الشيخ أقول لا تنسى العيش الليلة، مفهوم؟ يحمل على الحقيقة مفهوم؟ تمام. يلا امشي. قال رحمه الله، أبقى معنا إشكال كبير، المجاز، ولابد يضبط هذا الباب. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، مفهوم؟ نعم. انقسم الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز إلى أقسام. قسم يقول الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة ولا في شيء، وهذا القول لا يمكن العدول عنه، لا يمكن العدول عنه. لماذا؟ نقول لا يوجد مجاز لا في لغة ولا في كتاب ولا في سنة. لماذا؟ قال إن هذا اصطلاح حادث محدث بدعة ضلالة بعد انقراض القرون المفضلة الثلاثة، لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين بالمجاز. هذا الأول. وأنت تكون مع السلف أو مع الخلف؟ سلف. الثاني، المجاز طاغوت، طاغوت الفلاسفة، مفهوم؟ وانت لابد تكفر بالطاغوت اذا انكر المجاز. الثالث، الان طلب منك قتل انسان، ايش تصنع؟ تعطي السلاح وتقول قاتلني؟ خطأ صح؟ تجرد من السلاح ثم تتفنن في قتله صح؟ تختار طريقة أسهل طريقة في قتله صح؟ سلاح أهل الباطل ما هو؟ المجاز. إذا قلت لا مجاز انتهوا صح؟ الثالث، لو قلنا بالمجاز فتحنا باب تلاعب بنصوص الكتاب والسنة. يأتي هذا يقول هذه الآية مجاز وهذه الآية مجاز وهذه الآية مجاز،
اطباع الكتاب والسنة. الخامس، الآن لو أثبتنا المجاز في اللغة يلزم من هذا إثبات المجاز في القرآن، لو أثبتنا المجاز في بعض القرآن يلزم إثبات المجاز في كل القرآن. ثم الغاية من القول بالمجاز إنكار الأسماء والصفات، فلا مجاز. طيب هذا يقول، أنت تقول أنه هذا الكلام هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمه الله الجميع، كيف والشيخ الإسلام يذكر في كتبه أحيانا المجاز والحقيقة، والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك؟ نعم هو ينكر هذا، لكن يقول هذا الكلام باعتبار حال بعض العلماء يقول بالمجاز. فعندنا الآن في كتب العقيدة، الآن أخذنا بالأمس، يقول الاستواء، ما هو قول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة يقول أن الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقي. سبحان الله، هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وينكر المجاز؟ نعم، حتى لا يتوهم متوهم أن في هذه الآية مجاز، مضطر وش يصنع؟ صح؟ أي نعم، مفهوم هذا القول الأول الأصل في الكلام الحقيقي ولا مجاز. طيب يقول هذا الشيخ، يقول ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية؟ نعم، اشرح لي الآن بدون مجاز. نقول اسمع معي، لو قال هذا شيخ الإسلام بحر، أي عربي على وجه الأرض يفهم اللغة العربية تقول له شيخ الإسلام بحر، هل يفهم أنه شيخ الإسلام تجري فيها السفن، أسماك، حيتان، أصداف؟ لا، أي عربي على وجه الأرض يفهم من السياق الكلام ماذا؟ حقيقة، ولا يفهم غير هذا، صح؟ طيب إذن هذا الكلام في سياقه حقيقة ولا مجاز عندنا، مفهوم؟ تقول فلان أسد حيوان مفترس؟ لا، رجل شجاع، خلاص تمام. إذن الكلام في سياقه حقيقة ومحتاج إلى الشرح أصلا، أي عربي يفهم هذا الكلام. واسأل القرية، إحنا عندنا في اللغة العامية تسأل هذا، حضرت الدرس؟ قال سبحان الله، لو يتكلم هذا المكان لأجابك، صح؟ هنا قال واسأل القرية، يعني أكدوا الكلام وأكدوا صدق ما قالوه بماذا؟ قالوا لو تسأل القرية تجيبك، مفهوم؟ لكن في المرة الأولى إيش قالوا؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني قالوا إحنا لسنا بصادقين، مفهوم؟ تمام. واسأل القرية وكذا، ويخرج على أقوال علماء أهل السنة وارتاح. نعم، القول الثاني، الأصل في الكلام المجاز لا حقيقة إطلاقا، ضد الأول، مفهوم؟ نعم. هذا لا يصح طبعا. الثالث، يوجد مجاز لكن لا مجاز في الكتاب والسنة، مفهوم؟ يعني يوجد في اللغة، العب كما شئت، لقد قلنا لو أثبتناه في اللغة أثبتناه في بعض القرآن، لو أثبتناه في بعض القرآن يلزم من هذا إثباته في كل القرآن. الرابع، أن يوجد حقيقة ويوجد مجاز حتى في الكتاب والسنة، لكن إذا وجدت من أهل السنة من يقول هذا الكلام أن يوجد مجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة، لابد أتفق معنا أنه لا يوجد مجاز في الأسماء والصفات، مفهوم؟ لكن أحسن نجعل القاعدة مضطردة. نعم، قال رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل، نقص يقول عندنا نقص، نقص أهل، واسأل القرية يعني أهل القرية. نعم،
نعم ما هو شيء. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مستعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. نعم هذا قلنا الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له. نعم. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع. نعم. بنقص أو زيادة. نقص. وين النقص؟ واسأل القرية. قال هنا نقص. اسأل أهل القرية. نعم. بنقص أو زيادة. أو زيادة. ليس كمثله شيء. قال الكاف زائدة. ليس لله مثيل. نعم. بنقص أو زيادة أو نقل. أو نقل. الغائط اسم للمكان المنخفض. الكتاب والسنة يقول لن تجد في الكتاب أو السنة ذكر ما يستقبح ذكره. أدب مفهوم؟ أي نعم. قال الغائط للخارج من الدبر. نعم أدب في الكلام مفهوم؟ نعم منقول عن محله. نعم. بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي. دون مرية دون شك. نعم واسأل القرية يعني اسأل القرية. نعم. وكزياد الكافي كمثله والغائط المنقول عن محله. نعم. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. يريد أن ينقض في الجدار. سبحان الله. الله أخبرنا أن الجدار له إرادة. إيش نصنع؟ بالله إيش نصنع؟ آمنا وصدقنا وسلمنا صح؟ الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جمال وبكى. نعم واحتضن النبي عليه الصلاة والسلام. وإيش نصنع؟ إيش تقول؟ يريد تقول أثبت الله سبحانه وتعالى الإرادة للجدار. آمنا وصدقنا وسلمنا صح؟ السماوات تتكلم تتكلم تسمع تجيب. كيف؟ الله أعلم. آمنا صدقنا سلمنا. القلم يتكلم. نعم قال ربي ماذا أكتب؟ آمنا وصدقنا وسلمنا. ليس لنا الاعتراض نكتفي بهذا. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. تقريبا يعني